اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام الى اولى فقراتنا الحواريه في حلقه الليله من برنامج من القاهره. طبعا تابعتم حضراتكم في الايام القليله الماضيه الاعلان عن تشكيل الحكومه الجديده في مصر، وتبع ذلك بيان الحكومه الذي القاه رئيس الوزراء منذ ايام مضت. وبعد القاء البيان طبعا كان هناك لجنه شكلت لدراسه البيان الى غير ذلك. ان شاء الله يكون في مساحه حواريه سنخصصها حول الحديث عن بيان الحكومه، لكن ايضا واكب الاعلان عن تشكيل الحكومه الجديده والاعلان عن خطه عملها، واكب ذلك الاعلان عن المحافظين الجدد. ولعل هذا الامر معتاد دائما مع كل تشكيل حكومه جديد، يكون هناك محافظون جدد للمرحله التي تأتي مع الحكومة الجديدة. المحافظون الجدد أو الإدارة المحلية واحد من الملفات المهمة جدا، والتي من خلالها يتم تنفيذ الرؤى الاستراتيجية الخاصة بصانع القرار السياسي المسؤول عن إدارة الملفات المختلفة في الدولة. الإدارة المحلية والمحافظون والأجهزة التي تتبع المحافظات أقرب ما يكون إلى العصب، إذا صح التوصيف أو التعبير، يعني العصب، جهاز عصب مركزي في تنفيذ كل الأوامر والخطط الطموحة المطلوب منا تنفيذها. للحديث في هذا الموضوع عن تشكيلة المحافظين الجدد وقدرتهم على تنفيذ الخطط الطموحة التي أعلنت الحكومة عنها طبقا لبرنامجها، أدعوكم للترحيب معي بضيفي الكريم الذي نشرف به في هذه الفقرة الحوارية، دكتور عبد الحميد كمال، خبير الإدارة المحلية وهو أيضا عضو مجلس نواب سابقا. أهلا بك دكتور عبد الحميد. أهلا بك أستاذ أحمد. سعيد طبعا تشريف حضرتك لينا والجلوس معك ومناقشة هذا الموضوع الغاية في الأهمية. أبدأ من حيث المبدأ، يعني تقييمك لتشكيلة المحافظين الجدد والاختيارات التي تمت. حقيقة أن حركة المحافظين الجديدة دي الحركة السابعة في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وبعدد المحافظين اللي تم تعيينهم يبقى 109 محافظ في الفترة بتاعت ال 11 سنة بتوع من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأولى وحتى الآن. نعم. هذا العدد بيوشي بأن متوسط عمر المحافظ أقل من سنة 9 شهور. فهذه الفترة المحافظ أيا كان عمره الوظيفي 9 شهور دول ما بيقدرش يفهم مفردات محافظته، ما بيقدرش يعرف جغرافيتها وكذا وكذا. وبالتالي هذه الفترة بتعكس ان يعني عمر المحافظين متوسط العمر الوظيفي فتره قليله جدا. دي واحد. اثنين، المفروض ان الحركه دي تبقى حركه كامله 27 محافظ، هي حركه 21 محافظ جديد وسته قدامه. السته القدامه بيتقال كده ان هم تم تجديد الثقه لهم. تمام. دون أن نعرف نحن المواطنين إيه الثقة اللي حصلت. طب والجداد، هل الجداد يبقى تم تغيير 21 محافظ؟ يعني لماذا تم تغييره؟ فإذا دي أسئلة موضوعية لموضوع زي ما سيادتك قلت وزي ما بيقول الدستور، إن المحليات دي قانون مكمل للدستور. واحنا عندنا غايبة للمجالس المحلية آخر انتخابات جرت في أبريل 2008. طب احنا في انتظار صدور القانون الجديد. صدور القانون الجديد صدرت عدة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا في بعد نجاحه، قال ان 2016 هو اللي هيكون عامل محليات. تم تشكيل لجنة من 7 وزراء، واعلن الدكتور شريف اسماعيل، المهندس شريف اسماعيل في الحكومة الأولى، إنه الانتخابات حتى في الاستراتيجية بتاعت 25-30 إنها تجرى في 2017. من 2017 حتى الآن، يعني أنا واحد من الناس لما كنت نائب قدمت أول مشروع قانون في 21 يناير
2016 بعد اول وقدم عدد من مشروع قانون بالإدارة المحلية. طب هو هنا بس نقطة علشان مشاهدينا برضو يكونوا فاهمين البعد اللي حضرتك بتتكلم عنه لصدور القانون او تأجيله او العراقيل التي واجهها. هو صدور قانون الإدارة المحلية ده بنص الدستور الجديد انه لابد من صدوره، او بيطالب الدولة بضرورة صدور القانون الجديد شأن قانون حرية المعلومات وقانون الإعلام الجديد، قانون إعلام صدر ولسه قانون حرية تداول المعلومات وشأن هذه القوانين؟ ده بالعكس، ده هو من الأوائل القوانين، لأنه من القوانين المكملة للدستور. يعني يعني شكلا احنا الدستور بتاعنا دلوقتي يعتبر ناقص، لأن ده من القوانين المكملة للدستور. مفيش دولة في العالم ما فيهاش محليات بتتم بشكل مركزي. احنا عندنا مركزيه شديده جدا استاذ احمد، لدرجه ان بطاقه المخبز عشان يتفتح لازم وزير التموين. يعني دي مركزيه شديده جدا. تخصيص الاراضي بقى، فالمركزيه الشديده دي حتى بتحمل الحكومه المركزيه مشاكل. طب لماذا لم يصدر القانون انطلاقا من حضرتك؟ وهنستغل ان انت كنت موجود في البرلمان، وايضا حضرتك متخصص كاكاديمي في الاداره المحليه وواقعي كمان، لان انا قعدت يعني دورتين عضو مجلس محلي. انا ابن المحليات، واللي بيبقى ابن المحليات بيبقى يعني الى نوعا ما شاطر. في محافظه ايه يا دكتور؟ السويس. اللي انا عايز اقوله انه في تحديات قابلت القانون. القانون نزل على فكره جلسه عامه، وتم تجميده في جلسه العامه للبرلمان. ده في 2000 وكام؟ ده في 2018. في 2018 بمعنى انه المجلس انتهى من صياغه القانون بالفعل، ولا القانون كان جاي من الحكومه؟ لا، احنا المجلس بالعكس. انا هقول لسيادتك، اي مشروع قانون المفروض بيقدمه 60 نائب. يعني انا اللي بقدم يبقى معايا 59 واحد. تخيل ان في اربع، يعني انا مقدم مشروع قانون وعدد من الزملاء اربعه. يعني لما نقول 60 في اربعه يبقى 240 واحد عضو مجلس شعب في البرلمان في الدورة الفصل التشريعي الأول اللي أنا كنت فيها كانوا مهتمين بالمحليات. وسبقنا الحكومة، ده حقنا كتشريع. واتعمل مشروع القانون كامل وتقدم للجلسة العامة. الأربع مشاريع كل واحد قدم مشروع، ولا اتحدتوا كلكم في رؤية واحدة؟ بنحاول المطبخ السياسي بيحول المشاريع دي إلى مشروع واحد. بعد مناقشات طويلة، ده خدت فترات طويلة من الساعات والوقت، وده موثق يعني. لكن جت في الجلسة العامة تم تجميد القانون. السبب؟ السبب البعض قال ان ده قانون غير دستوري، وهو اصلا ما قراش القانون، لان لا يمكن ان احنا كنواب ومهتمين بالمحلات هنعمل قانون غير دستوري. طب لو افترضنا فرض جدل ان هو غير دستوري، ما يتم مناقشته ويتم الموافقه عليه ويتاخد راي المحكمه الدستوريه العليا او يتم احالته ليها يعني. المفروض لكن تجميده، تم تجميده، رفع من البرلمان الاغلبيه. طب وده مش يثير علامات استفهام وعلامات تعجب؟ اثار علامه استفهام. انا قلت ساعتها انه ده بيثير علامه استفهام، لان لا يمكن ان انت بتاخر قانون غير دستوري. طب ما انا هقول لسيادتك حاجه، حتى لجنه الحوار الوطني، احنا في لجنه الحوار الوطني كان في لجنه اسمها لجنه الاداره المحليات، ناقشت ده وحطت التوصيات وقالت بالاجماع ضروره ان يصدر القانون ده في الفترات الأخيرة. فأنا بقول إنه في غياب للإرادة السياسية في هذا الموضوع، رغم خطورته. لأنه أنت لما تيجي تقول يا أستاذ أحمد حجم المشاكل، لما تيجي ترصدها، احنا عندنا اذا اذنت لي قبل يعني ندخل في المشاكل الميدانيه وعلى ارض الواقع والمشاكل الموجوده في الشارع، نقطه بس لابد ان نحسمها. الدستور الاخير حدد سقف زمني لصدور القانون. ايوه، كم سنه؟ الماده 242 حددت 5 سنوات. الخمس سنوات يعني انتهوا في 2020 2021. أيوة، انتهوا. وهنا في مخالفه دستوريه، وبالتالي انت عندك الخمس سنين مخالفه دستوريه لعدم صدور القانون. ايوه، لكن انا هقول لك لكن اللي موجودين دلوقتي في المحليات موجودين باي شكل؟ مفيش مجالس محليه.
النهارده المحافظين هم اللي بيديروا المحافظات، المجلس التنفيذي هو اللي بيدير المحافظات دون مشاركه. ما هي اللي انا كنت عايز اقوله ايه؟ يعني المحافظ بيعين الناس في المحليات؟ لا، ما فيش محليات اصلا. طب مصالح الناس بيتم تنفيذها ازاي؟ النهارده الجهاز التنفيذي هو اللي بيعمل كل حاجه، لدرجه ان في النهارده تضارب، يعني محافظين مثلا المخطط العمراني في المحافظات بيتم تدميره. تدميره مين اللي بيعمله؟ المجلس التنفيذي، المحافظ بياخد قراره لما حد يكلمه يقول له لا، ما حدش يقول لي حاجه، ما فيش حد بيقول حاجه. النهارده القوانين، عشان كده انا بقول لسيادتك المفروض المجلس المحلي بيكون رقيب على المحافظ. هو يعني رقيب وبيشارك طبقا للدستور. لانه بص يا استاذ احمد، احنا عندنا خمس سمات للامركزيه. احنا المفروض نحقق اللامركزيه ازاي؟ اداره محليه، وحدات محليه لها استقلال مالي واداري، ليها الشخصيه الاعتباريه. ده مش موجود. لازم يبقى في محافظين ليهم صلاحيات كاملة على أرض محافظتهم. بمعنى أن مفيش حد يتدخل من أي حكومة مركزية يقول له لا، دي الأرض دي بتاعت الري، الأرض دي بتاعت السياحة، لا الأرض دي زراعية، دي مش هفيفة. والصلاحيات الواسعة أو الصريحة الأصيلة، مش بالتفويض، لأن الصلاحيات المحافظين النهاردة بالتفويض، وبالتالي هالصلاحيات مكبلة، زائد أن مفيش استقلال مالي وإداري. يقابل ده، طالما أنا عندي محافظ عنده صلاحيات، لازم يقابله مجلس محلي رقابي، عشان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. طب صحح لي يا دكتور. حاجة بعد إذنك، بيبقى في سياسة عامة للحاكمة للمحليات، وبالتالي السمات الخمسة للمحليات ولا مركزية مش موجودة. وبناء عليه بقى اللي أنا كنت عايز أقوله لك يا أستاذ أحمد، مثلا مركز دراسات الاستراتيجية والسياسية الأهرام، ومركز بصيرة، المركز المصري لاستطلاعات الرأي العامة والبحوث، تمام، بصيرة، والمركز القومي للمركز القومي للعلوم الاجتماعية والجنائية، دول عملوا استطلاعات على أهمية إن المحافظين يبقوا بالانتخاب، وعن رضاء المحافظين، هل في رضا في المحافظات للمحافظين، المواطنين، رضا المواطنين على المحافظين، وحاطين نسب. يعني مركز بصيرة انفرد كمركز استطلاع الرأي عمل ده، الأهرام عمل ده في 2011 وقالوا المحافظين لازم يبقى بالانتخاب. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وصل لده، خبراء المحليات وصلوا لده، أنا مشروع قانوني كان بيقول ده، الدستور نفسه المادة 179 وده مكسب ديمقراطي بيقول للمحافظ يبقى بالانتخاب أو بالتعيين، نختار أفضله. ومع ذلك مفيش قانون. أنا بقى كمان في مشكلة تانية، إن لا يوجد في مصر قانون ينظم عمل المحافظين. أنا ما عنديش شروط للوظيفة، ولا عندي صلاحيات ليها أصيلة، ولا عندي فترة زمنية أقدر أحسب وأقيم عليها. المحافظين بيقول لك أهو عمر الوظيفي 9 شهور، العمر الوظيفي بتاعه صحيح، واحد بيقعد 6 سنين، واحد لكن انت حركة يعني متوسط، المتوسط. فالحاجة التانية إنه المحافظين ما كمان ما لهمش فترة زمنية، يعني مثلا أي دورة البرلمان 5 سنين، رئيس مجلس الشعب مجلس النواب يبقى 5 سنين، الرئاسة بتبقى 5 سنين، 4 سنين، حسب كل. فما فيش دورة العمل للمحافظين، عشان كده حركات المحافظين، يعني أنا عندي 7 حركات محافظين في 11 سنة. فده خلل. فإذا أنا عايز أضبط. طيب، يعني كما عهدناك دائما وحديثك اللي هو موضوعي دائما يا دكتور، قد يقول لك قائل أن مصر منذ أن وجدت، أو على الأقل في التاريخ المعروف ليها منذ عهد أجدادنا المصريين القدماء، مصر مركزية القرار يعني بشكل قح. جميل، ده صح التوصيف والتعبير. فحضرتك جاي بعد كل هذه الآلاف السنين ومتخيل أن أنت هتوجد الشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه،
يعني مفاصل الدولة كلها بتأتمر بأمر الحاكم. صعب جدا أنه حد ياخد قرار بشكل مستقل دون الرجوع للقرار المركزي. أولا ده مردود عليه من ناحية الموضوعية. احنا عندنا تاريخ للمحليات من 1891، الباب العالي كان مد للمحافظين صلاحيات. الباب العالي لما جت القانون الإدارة المحلية الجديد 124 لسنة 60 لغاية دلوقتي حصل تعديلات على قانون الإدارة المحلية الحديث 18 تعديل كلها راحت ناحية المركزية، بينما دستور 71 كان بيقول تنتقل السلطة إلى المحليات تدريجية. جه بقى دستور 2004 أو 14 قال لو سمحتوا احنا لازم نتجه للامركزية، وادى كمان صلاحيات وحدد الوظائف وادى كمان مكسب ديمقراطي. المادة 179 بيقول لك المحافظ بالانتخاب أو بالتعيين، يعني ادانا فرصة. فالتغير الطبيعي انا من 1891 ومن قبل يعني الحكم في البلديات والمديريات وبتاع حاجات زي كده، ده العصور كلها بتتقدم، الناس بتتقدم نحو الديمقراطيه ونحو المشاركه، عشان كده عدم المشاركه تتجه نحو عدم مركزيه القرار. ايوه نحو في إدارة نحو الدولة. عدم المركزيه نحو اللا مركزيه. طيب بعد اخر يعني فده عامل بقى مشاكل في الفساد الاداري والمالي، محدش يقدر ينكره، سواء في تقرير الرقابه الاداريه، تقرير الجهاز المركزي. ما دي النقطه اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها وارجو ان تسع صدرك ليها. اه تحت امرك. اذا كانت المحليات مع مركزيه القرار ارتباطها بالقرار المركزي بهذا الشكل ويعني ما فيش فكاك منها، وصفت في مرحلة معينة بأنه الفساد فيها للركب، فما بالك لما يكون المحليات دي مستقلة في صناعة قرارها، كيف سيكون الفساد؟ أنا بقى دي مشكلة، ده موضوع مهم أنا بحييك عليه. ليه بقى؟ أولا الشعب المصري ناضج، والفساد كان بيأتي من عدم وجود ديمقراطية، إن أنا بختار أعضاء مجالس محلية شبه معينين من فصيل واحد ومن حزب واحد، وبالتالي مفيش فرص للرأي الآخر، ودي كارثة الديمقراطيات في العالم الثالث وفي مصر تحديدا. لازم نتكلم، لأن تطور مصر التنموي مرتبط بتطور المحلات، ولا أنا بحط نصوص كده؟ لأ. اللي اقنع يعني الشعب المصري ده الذكي ده اللي وافق على دستور 2014 بالاجماع، لانه في مواد في اللامركزيه واضحه وفي مكسب، وبالتالي هنا يعني انا بخفف على الحكومه حتى على الاقل. لما تيجي تدور في العالم يا استاذ احمد هتلاقي كل مظاهر التقدم في اي دوله، وفي دول كثيره رائده في المحليات، هتلاقي في محليات جيدة. بتعمل إيه؟ بتشارك في الحكم، بتراقب، بتحاسب، في شفافية بجد، في فساد بجد. لغياب المحليات، الحاجة التانية أنت حطيت في الدستور أسس للمراقبة، كان ما كانش في استجواب. النهارده في الدستور بيجب يعني لما أنا عملت القانون وزمايلي لازم نحط الاستجواب، لأن أنا المحافظ طالما هيبقى عنده صلاحيات واسعة لازم يبقى عليه رقابة، واخد بال سيادتك؟ استجواب المحافظ تقصد في البرلمان؟ استجواب المحافظ في المجالس المحلية. في المجالس المحلية هو ده مش موجود بالفعل؟ لا مش موجود، وعشان كده الفساد. أمال إزاي بيتم محاسبة المحافظ طبقا للقانون القديم؟ ما عشان الفساد القديم واللي مستشري لغاية دلوقتي كان ما كانش فيه استجواب، زائد ان انت بتختار من فصيل واحد ومن حزب واحد، تسميه بقى الحزب الحاكم، تسميه الحزب الوطني، تسميه اي ما تسميه، تسميه مستقبل ايه، اي حاجه من الاسامي اللي بنسمعها دي، لكن في الاخر خالص انت بتعمل اتجاه. حتى كلام سيادتك اشارته لانه الناس في مثلا في تنسيقيه الاحزاب بعض الاصوات يقول لك هو فين الكوادر؟ الله، وما الاحزاب دي يعني ايه ده؟ يعني كان الشعب المصري ده ميت؟ لا، رغم ان الدستور قال ايه بقى؟ 25 شباب، 25 من المراه، 25، يعني انت هتمكن. بص سيادتك، انا كنت بقول لزمايلي في البرلمان
يا جماعة لو احنا ما عملناش حاجة في الدور التشريعي الأول اللي أنا كنت فيه، أنا آسف مش بتكلم يعني بشكل مش شخصي. دعاية ليك، لا خالص، أنا فاهم، بس لو ما عملناش حاجة خالص يكفيكم إن أنتوا طلعتوا القانون، يكفينا إن احنا لو طلعنا قانون الإدارة المحلية. أنا مؤمن تماما باللي حضرتك بتكلم عليه، بمعنى إنه حتى لو حصلت يعني استقلالية إدارة كل محافظة، البعد اللي حضرتك بتكلم فيه ده في غايه الاهميه، فكره لا غير التنميه، البعد اللي حضرتك بتكلم عنه فكره الكوادر السياسيه دي 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 قادره على انها تخرج صناع قرار من الممكن ان يكون ما بينهم رئيس جمهوريه قادم، بمعنى ان هو مارس المسؤوليه في اداره اقليم كانه دوله بشكل مصغر. يعني بص سيادتك، كان في التعبيرات السياسيه والمقصورات القديمة حتى الكلاسيكية في الحركة اليسارية وكذا، نعم، إنه الـ كانوا يقولوا النقابات هي المدرسة الأولى للثورية، أنا بقول لا، المحليات هي المدرسة الأولى للبرلمانية. أنا لما همكن 65 ألف شاب في مصر إن هم يخشوا ده التمكين الحقيقي. ال 65 ألف شاب دول لما يصفوا من خلال تجاربهم 5 سنين وبيسألوا وبيناقشوا وبتاع، وهطلع منهم 500 هيبقوا أجدع، أنا قلت لهم كده، من البرلمان اللي أنا كنت فيه. يعني أنا قلت كده على البرلمان بتاع، قلت لهم هيبقى برلمان أفضل، بدل التمكين الحقيقي هيبقوا مشاركين في صناعة القرار. صحيح. فإحنا هنا يبقى ده المكسب الديمقراطي، ومش الديمقراطي وبس، علاقته بالتنمية، لأن التنمية في مصر سبب تأخرها غياب المجالس المحلية. أنا مش ببالغ لأن حجم الفساد كبير. طيب، لأنه الوقت تقريبا انتهى وحديث حضرتك رائع، خدتنا في أكتر من محور، وإن شاء الله نلتقي مرة تانية. يعني عايزين نقعد مع حضرتك إن شاء الله نلتقي مرة تانية نكمل الكلام في المسألة دي، موضوع مهم. لكن ونحن نجمع شتات الأفكار اللي احنا أثرناها في الجلسة دي، ما اعتقد حضرتك يعني قبل ما تمشي لازم تقول لنا يعني رؤيتك بقى لإدارة المحافظين الجدد، هل انطلاقا من كل المعطيات اللي حضرتك قدمتها دي يعني الصورة لن تتغير كثيرا بشكل إيجابي؟ أولا الصورة لم تتغير لسبب على الواقع. قرار المحافظين صدر 3 يوليو 2024، يعني الشهر ده، بعد 10 أيام شفنا 3 مشاهد أو مشهدين. ما حدث في سوهاج، اولا انا بحترم كل القاده اللي بيجوا سواء من اي مستوى، بيجي من القوات المسلحه، بيجي من الشرطه، بيجي من اعضاء هيئه التدريس. هذه الحركه الاخيره جت من نفس المنابع، يا اما قوات مسلحه، شرطه، اعضاء هيئه التدريس بتاع. النهارده حتى الحركه الاخيره دي ما فيش حد جه من القضاء، ماشي، لكن في الاخر خالص لما يبقى في دكتور لواء دكتور وواخد ماجستير في حقوق الإنسان من إيطاليا وبيتعامل مع بعض المواطنين بالشكل اللي رفضته النقابات ورفضته الرأي العام، سواء في سوهاج أو الدقهلية، مع الطبيبة أو مع الست الغلبانة بتاعت العيش. قبل منها في 5/5 في السويس في محافظ عمل كمين لمجلس المجلس التنفيذي للمخدرات، يعني هم قاعدين كده قال لهم بقول لكم احنا نعمل بتاع ده. يعني المشهد انا في الاخر بقول ايه، لابد ان يحصل تطوير تنفيذ قرارات او توصيات لجنه الحوار الوطني، تنفيذ الدستور، عظيم، احترام الدستور. طيب. وده ما جاش في بيان الحكومه. أنا بيان الحكومه هنتكلم عنه حالا كمان شويه. أيوة. ما جاش في الاعلان عن قانون الاداره المحليه، ما حدش اتكلم عن قانون الاداره المحليه، حتى الوزيره الجديده اللي هي جايه من محافظه من دمياط، وهي ست شاطره وكل حاجه، وانا رحبت بيها في مقال. انا بقول انه لم ترد اشاره واضحه على تنفيذ قانون الاداره المحليه في البيان. طيب، ان شاء الله نلتقي تاني، لانه الاحداث سريعه ومتلاحقه، فانا بشكرك والله شكرا جزيلا دكتور، وان شاء الله اذا قدر لينا جلسه تانية ان شاء الله يكون عندنا وقت اكثر من ذلك. لكن انا بشكرك على كل ما قدمته من اراء. دكتور عبد الحميد كمال، خبير الاداره المحليه، عضو مجلس النواب سابقا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، طبقا للاخبار العاجله التي تاتي تباعا في هذه اللحظات،
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث الآن عن وقوع أو سماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. مرة أخرى وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أو تتحدث عن دوي انفجارات ضخمة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. غني عن البيان أنه منذ ساعات قليلة إسرائيل نفذت واحدة من الضربات المؤثرة جدا في العمق اليمني. إلى أين ستمضي الأحداث؟ هذا ما سنتابعه إن شاء الله مع حضراتكم على امتداد الساعات المقبلة، لكن أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تبقى معنا فقرة حوارية أخرى في حلقة الليلة من برنامج من القاهرة. شكرا. باعتباره برنامجا يدعو للتفاؤل ويحقق طموحات المصريين، وافق مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعبيرا عن الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف الوطنية والتغلب على التحديات الكبيرة التي يواجهها البلاد. منح الثقة للحكومة الجديدة يعكس الاستقرار السياسي الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة. يأتي دعم وشراكة البرلمان للحكومة مع تنفيذها لبرنامجها التي قدمت من خلاله رؤية واضحة للتنمية تستند إلى خطط استراتيجية لتحقيق نمو شامل ومستدام في كافة القطاعات وفقا للتكليفات الرئاسية وتوصيات البرلمان. وبعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، تسعى كافة الوزارات لتبني برامج وسياسات تهدف لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة، بما يشمل ذلك بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. حيث تسعى الحكومة في برنامجها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الفترة المقبلة من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية المؤسسية والمساندة الاجتماعية.